بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب اللحد والكفن. تمر ساعات أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. سفري بعيد وزادي لم يبلغني وقسمتي لم تزل والموت يطلبني. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في الذنب ويسترني. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا قسمة كتبت، يا دمعة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عذلي يا من كنت تعذلني، لو كنت تعلم ما بي كنت ترحمني. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضراتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بكم. كل عام وانتم بخير. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. اتفقنا في الحلقة الماضية بأن ندلف إلى الموضوع مباشرة والوعد الحق. توقع الله. بارك الله فيك. وربما أول ما يعتري الإنسان مسألة المرض. نعم. عافانا الله جميعا. أمين يا رب. نعم. مسألة مرض الموت تحديدا يعني. نعم. نعم. فهل توافقنا أن نبدأ بهذا الموضوع؟ توكل على الله. في تلك الرحلة. توكل على الله. بارك الله فيك. إذا المشاهدين الكرام، مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي وحلقة الوعد الحق بعنوان مرض الموت. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم ومعا نرحب مرة أخرى بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة أخرى. وكل عام وحضراتكم بخير وجميع السادة المشاهدين بالخير والمنه والبركات بهذا الشهر الفضيل. منكم إن شاء الله. مع أن كل عام هذه لا تأتي علينا، كل عام بخصوص الوعد الحق سوف يأتي عام لن يكون هناك كل. فنقول أفضل تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا. لأن كل عام وأنتم لن يأتي كل عام. كل هذه تفيد التكرار. فسوف يأتي علينا عام في الموضوع الذي نتحدث فيه. هناك أناس كانوا معنا في العام الماضي ولم يصوموا معنا اليوم، وسوف إما نغيب نحن أو يغيب أحبابنا. الله، هكذا هو قانون الحياة. نعم. فنقول تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع السادة المشاهدين صالح الأعمال والطاعات إن شاء الله رب العالمين. آمين. فضيلة الشيخ، والله أنا ترتعد فرائسي قبل الحديث في هذا الموضوع. سبحان الله، يعني ربما كانت على أعين المرء غشاوة وغمة في هذه الحياة فلا يكاد يذكر تلك الساعات الأخيرة، خصوصا ساعة المرض الموت. ولكن أحاول أن أستجمع شتات عقلي بداية كبداية لهذا الحديث. الموت يأتي فجأة، وأحيانا يأتي بمرض وتعب، وأحيانا يقول نسمع عن فلان كان معنا منذ ساعة وتوفي. فما هذه الملابسات التي تحيط بتلك الساعة ومواقيت الموت فضيلتكم؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا يا محمد ابني، الأجل أقرب للإنسان من الأمل. هذه قاعدة. الإنسان يأمل أن يعيش ويأمل أن يربي ويأمل أن يصل ويأمل أن يحوذ المناصب ويحوذ المال. والحرص أهلك أهله، وأسوأ الناس من عنده طول الأمل. طول الأمل هذا يقتضي من العبد أن يراجع حساباته لابد. من كرم الله سبحانه وتعالى أنه لم يترك الإنسان سدى،
وإنما أعطاه المنهج واضحا. وجاء حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعلمنا أننا نازلين يعني موجودون في هذه الدنيا ثم نرحل. يعني ما أنا في هذه الدنيا إلا كعابر سبيل، استراح تحت شجرة ثم راح وتركها. هكذا قانون المسلم الحق. يعني أنا الدنيا لي ممر، معبر، جسر، كبري، وليست مقر. ليست مقرا. لو رأيت أنت إنسانا فوق جسر يأتي بمهندسين وشركة مقاولات ويبني بيتا له فوق الجسر، ماذا يقال له أو ماذا يقال عنه؟ مجنون. هذا غير عاقل. صحيح. هذا غير عاقل. وكلمة المجنون هذه تقال للبعيد عن رحمة الله وليس للذي ستر عقله، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. لا تقولوا مجنون قولوا مصاب، إنما المجنون من حبس عن رحمة الله. مصاب. مصاب. لأنه زي مصاب في عينه، مصاب في أذنه، مصاب في عقله. أما المجنون الذي ستر عقله هو وسلك طريق الانحراف وابتعد عن طريق الخير. نعم. أو سار في طريق أهل النار وابتعد عن طريق أهل الجنة. دعنا أن نتحاور في هذه الحلقات في هذا المحور فقط. نعم. فأنت تقول أنني لو رأيت أنا وأنت هذا الذي يبني فوق الجسر نقول هذا رجل غير عقل، هذا إنسان غير عقل. هؤلاء الناس الذين يعني يعتبرون الدنيا هي نهاية المطاف، هي الغاية، أضاعوا حياتهم، والحياة بالنسبة لهم ضاعت هباء منثورا، وما أخذ منها إلا ما كتب له. نعم. ويظل الحساب يوم القيامة. الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك عادل يحق الحق ويبطل الباطل. يا سلام. نحن نريد أن نعطي ركائز للوعد الحق. نعم. هذه أحد الركائز. الدنيا عرض، لو يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين إلا لمن أحب. ولذلك للأسف لما تختبر الناس في كلامهم تجد أن مسألة الدين مغيبة عنده. صحيح. لو قلت أنت لجار لك إن فلان فتح له ورزق رزق كبير، لا يخطر ببالي أن يسألك يقول هل حفظ القرآن؟ لا. هل حفظ ابنه القرآن؟ لا. هل تحجبت ابنته المتأبية على الحجاب؟ لا يسأل. هل يقوم هو وزوجته الليل؟ لا. هل عفى عن جيرانه وعن أقاربه ووصل رحمه؟ لا. وإنما يسأل عن ماذا؟ عن الدنيا. لأن الدنيا مليئة في قلبه، فتخرج فلتات لسانه معبرة عن ما في داخله. هكذا. نعم. ولذلك ابن القيم رضي الله عنه لما يقول إيه طرقت الأبواب إلى الله عز وجل كي أجد أقربها بابا، فوجدت على الأبواب كلها كظيظا، ازدحام يعني. نعم. لأن الرجل قلبه مليء بالخير فرأى أن الناس كلها واقفة في الخير. نعم. نحن لا نرى هذه الصورة الطيبة. وجدت أقرب باب إلى الله وباب الذل إليه سبحانه وتعالى، أن أذل. فالدنيا عرض حاضر. طيب. فرب العباد عز وجل جعلها ممر وتركني أنا وأنت كما نصف جماعة ركبوا سفينة أرفأت بهم إلى جزيرة، أراد قبطان السفينة أن يستريح ركابها فقال اهبطوا على أرض الجزيرة وتعالوا سريعا كي يلحق كل إنسان منكم مكانه. انقسم الركاب إلى أقسام ثلاثة بعد نزول الجزيرة. نعم. قسم سامح كلام الربان أو القبطان. نعم. نزل وعاد فوجد مكانه سليم جلس. الثاني والله هذه الجزيرة جميلة، فيها أحجار غريبة وفيها فراشات جميلة وفيها نباتات عجيبة، أخذ من هنا وأخذ من هنا. وجاء متأخرا محملا بأثقال فقال له الربان أين تضع هذه؟ ليس لك إلا المقعد الذي تقعد تجلس عليه، اجلس ووضع هذه الأحمال عليك. القسم الثالث لما رأى جمال الجزيرة قال الله ما هذا الجمال، أطيار وأشجار وأنهار ومياه محيطة ونباتات وأزهار، لا لا لا، وزحمة المدينة، أنا أستقر. ونسي نفسه ورحل الربان وتركه. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل أنزلنا إلى هذه الأرض كهذه الجزيرة، فمنا من اعتبرها ممر، ومنها من اعتبر أنه يغتنم ويهتبل بالحلال وبالحرام منها، ومنها من نسي نفسه واعتبرها مقر. مقر، وهنا للأسف نزل إلى يعني للمستقر للأسف.
فالكارثة كلها كالذي جاء بعمال ليعملوا له في البيت عملا ووزع عليهم أعمالهم ثم غادرهم وقال ساعة المغرب سوف آتي لأعطي كل واحد منكم حسابه. انقسموا أيضا أقسام ثلاثة، منهم من قال لابد من العمل، ومنهم من قال أنا سوف أخذ حسابي لأن الرجل هذا رجل لطيف ظريف خفيف رحيم، فينام ساعة ويعمل ساعة. النوع الثالث لا، أنا كده كده أنا سوف أقبض، إيه اللي يتعبني اللي يخليني أشتغل طول اليوم، أنا أنام والمغرب أروح أخذ في الطابور لأخذ. عند المغرب جاءوا للحساب وصاحب العمل يجلس، اكتشفوا أنه ما غادر البيت وإنما كان يراقبهم من قوة من حجرة، حجرة مراقبة، كيف حال من قصر وكيف حال من نام. ولله المثل الأعلى، أنزلنا في أرضنا وتركنا نعمل وكل على قدر ما هدى رب العباد وقدر ما طرق هو باب الأعمال. فالله عز وجل من رحمته لما أنزلنا إلى الدنيا أعلمنا أننا لسنا هنا إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل من عليها فان. حتى الكافر إذا سألته أين إلى أين الرحيل هنا موت، قد نختلف معه في إلى أين نذهب، لكن هو موقن بمقر مقر بمسألة الموت. طيب نأتي إلى مسألة الله عز وجل من رحمته قد يميت إنسانا فجأة وقد يعني يقتص من إنسان بأن يميته فجأة. نعم. إن موت الفجأة راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. راحة للمؤمن وحسرة على الفاجر. نعم. ليه؟ المؤمن بيعمل الأعمال اللي ربنا أمره بها أولا بأول. صحيح. وذلك للأسف بعض الناس، وسوف نأتي لهذا الكلام تفصيلا، يقول لك أبوك لما مات نطق بالشهادتين، وللأسف ما نطق، يحزن يقول يا أبي مات على غير التوحيد، يقول لي أخي الإسلام أبوك كان يصلي والحمد لله. الموت متى يحدث؟ إما بعد صلاة الصبح أو بعد صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب. صحيح. أو بعد العشاء. صحيح. في الصلاة ماذا قال؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن هو آخر كلامه ماذا؟ شهادة توحيد. فاطمئن يا عبد الله أن أباك قد مات على كلمة التوحيد إذا كان يصلي. أما المصيبة إذا كان لا يصلي، لأن محمد ابن أول ما يقضى يوم القيامة يقضى في أمرين، في الدماء وفي الصلاة. الدماء بمعنى القتل. القتل أول ما يقضى فيها. ولذلك الأول ما يسأل العبد يوم القيامة وربما في قبره يسأل عن صلاته، فإن وجدت كاملة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. الصلاة الصلاة، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هنا المصيبة. سبحان الله. في ناس إذا دخلوا رمضان يصلون يصومون ولا يصلون. أو يصلون في رمضان ولا يصلون في غيره. وهذا عبد لرمضان يعني يولي ما خلاص هذا إنسان يعني صلى وصام. فالموت الفجأة يريح المؤمن. لماذا؟ لأن الله من رحمته ربما لو عاش هذا العبد ربما خف التزامه. ربما الدنيا ضغطت عليه فلم يصبر. نعم. ربما ابتلي فلم ينجح. فمن كرم الله أن يموت فجأة. الآخر ماذا يصنع؟ لم يتب، لم يصلي، لم يرجع الحقوق لأصحابه. لأن المؤمن يحاسب نفسه كل ليلة، بل على العكس. صحيح. أنا أطالب المشاهدين والمشاهدات وأطالب نفسي وأطالبك. نعم. أن نحاسب أنفسنا عاقب كل صلاة، لأن الإنسان بطبيعته ينسى. يعني أجلس في الصلاة والله أنا عندي يعني لا أقول يترك التسبيح، لكن أقول محاسبة النفس في هذه الدقائق أولى من النوافل. يعني ماذا صنعت من صلاة الصبح إلى الآن؟ ماذا صنعت من الظهر إلى العصر؟ ماذا صنعت من العصر إلى المغرب؟ النصف ساعة التي ينتهي كل الأهل والناس الآن وفي المطابخ وفي التعب وفي الوقوف، وتقف المرأة في المطبخ 4 ساعات وتأتي في ركعتين تقول الله أنا ركبتي تؤلمني أصلي جالسة. فهذه اللحظة هذه الساعات يجلس الإنسان ليعيد حساباته، ماذا صنعت من أبواب الشر، من أبواب المساوئ، من أبواب العيوب. هذا الحساب أولا بأول يمحو. أولا بأول كما نعم. شبهنا التشبيه من قبل، آنية أو طبق يعني غسلناه بعد الأكل مباشرة سهل، تركناه أياما جف فيه الطعام. صحيح. فموت الفجأة راح للمؤمن حصر على الفاجر. طيب نأتي للمرض. أولا الإنسان لا يحب المرض، لا أحد يحب المرض. صحيح. ولا الموت،
ولا المملكة يعني يأكل سبحان الله. لكن أبا ذر كان له فقه آخر، كان يقول أحب الجوع وأحب المرض وأحب الموت، وهذه أشياء لا يحبها أحد. صحيح، الجوع والمرض والموت. قال أنا إن جعت رق قلبي. انظر لرقة الصائم في رمضان. نعم. انظر إلى إيمانياتك. نعم. المرض إذا مرضت خف ذنبي، لأنه كفارة للذنوب المرض. المرض نعم. كفارة للذنوب سبحان الله. وإذا مت لقيت ربي. داس. لأننا ندعي محمد، ندعي محبة الله. كلنا تحب الله طبعا، تحب يعني مثلا لو أن ابني يدرس في بلاد خارج بلادنا وغاب عني سنة أو سنتين، تحب أن تلقى ابنك؟ نعم. لماذا؟ هذا ولدي، هذا حبيبي، هذا فلذة كبدي. تحب أن تراه؟ نعم. تحب أن ترى أخاك؟ أنا من مدة ما رأيته، أنا أريد أن أخ. طيب أنت تحب الله؟ نعم. تريد أن تلقاه؟ يقول نعم. يعني تحب أن تموت؟ يقول لا. الله غفر الله ولا فالك حشد الله يا أخي. إذن القضية أن قضية الـ سبحان الله، قضية الموت هذه ترعب من؟ ترعب من لم يحب لقاء الله، وترعب مدعي محبة الله. من أحب الله أحب الله لقاء الله. هل قال الله؟ هو من كرم الله أن الدنيا جعل الله لنا كمسلمين لقاء الله في كل وقت وكل حين. صحيح. يعني عند الصلاة الخمسة، عند رمضان، عند الجمعة، عند قراءة القرآن، عند ذكر الله. نعم. هذا لقاء. لكن أن ألقى الله عز وجل وأتفرغ من وأترك الدنيا، لا، هذه فيها كلام عند الناس. فيأتي المرض. مريض، المريض سواء كان المرض قليلا أم كثيرا، عايز أعطي ركيزة ثانية في موضوع الوعد الحق. نعم. ركيزة الثانية نقول فيها، ليس ملك الموت أقرب إلى المريض منه إلى الصحيح. بمعنى يعني مش معنى فلان مريض ومريض ممكن يموت والصحيح سبحان الله. صحيح. خلاص. وليس ملك الموت أقرب إلى كبير السن منه إلى صغير السن. صحيح. ولذلك من جهل الناس يقول فلان مات عنده كم سنة؟ هو كان عنده كم سنة؟ يقول 90 سنة. سبحان هذا السبب. لا مش سبب. أما إذا مات الطفل الصغير ماذا نقول؟ صحيح. أو كان تعبان أو كان مريض. طب والسليم؟ يعني سبحان الله. فإذا القضية أن إحنا يجب أن نوقن أن ليس المريض هو المحكوم عليه بالموت، لا، وليس الصحيح محكوم عليه بطول العمر. الموت لا يحتاج إلى علة من علل الدنيا، بس عشان الله يرضى عليك. وهذه ركيزة أطلقتها أنت ما شاء الله. بارك. هذه ركيزة طيبة. فيض علمكم الله يرضى عليك. فإذا القضية أن الموت ليس له أسباب، مات لأنه مات، لابد أن نقتنع بهذا. ما فيش حاجة مثلا بيقول أصل لو لم يعبر الطريق فدهسته السيارة. الكلام ده كلام إنسان قليل الإيمان. سبحان الله. الله أكبر. علي وضحها، مشينا والكل يحفظها، مشينا خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها. ما ينفعش يموت في حتة تانية. لا، يعني هذه أقدار الله. لأن من ضمن ما كتب لي في الموت وأنا في رحم أمي، ها، المكان والزمان والطريقة. هذه طريقة، يعني إنسان سبحان الله العظيم، يعني كما حدث لعبد سليمان. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. نريد القصة من فضيلتك. يعني يقال، أنا أعطيك قصة واقعية. تفضل. ليست في بني إسرائيل. جميل. إنما يعني رأيتها أنا رأي العين. شخصية. شخصية. تفضل. من 30 عام. ما شاء الله. أتي ما عندك. أرام. في عند القطار الذي يأتي من الصعيد إلى القاهرة. نعم. في قطار يسمى قطار النوم، لا يقف في محطة الجيزة، هو قبل القاهرة بمدة. نعم. وواقع القصص الواقعية أكثر تأثيرا. رجل عند العبور المشاة والسيارات على المسمى بالمزلقان أو غيره. نعم. شارة السكة الحديد. توقف الجميع إلى أن يعبر القطار. رجل تهور معه سيارة نقل، نصف نقل هكذا، عليها بضائع. عبر، دخل، وتعطلت السيارة فجأة فوق قضبان القطار. سبحان الله. والقطار آتي لا يقف طبعا. الله. فبسرعة الناس أنزلوا الرجل، حصل له ارتباك والقطار على مقربة. الناس أنزلوا الرجل سريعا وأوقفوه بينهم وهو يبكي، لأن يعني رأس ماله ضاع. صحيح. القطار جاء خبر ضرب السيارة، أخذ السيارة. سبحان الله. يطير إطار السيارة، أحد أطرها يطير. نعم.
ويقع على رأس سائق السيارة فيموت فورا. الله. فيموت فورا. الله. هو كان هيموت وهو في السيارة، لكن ملك الموت لم يكتب عنده أنه سوف يموت وهو ماسك بمقود السيارة، لكن في نفس المكان، في نفس المكان وبهذه الكيفية، وبهذه الكيفية وبهذه الطريقة لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا فيها تأخير ساعة ولا تقديم ساعة، ما فيش. هذا 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 يعني هذا قضاء الله، قضاء الله المبرم، في قضاء معلق وقضاء مبرم، هذا قضاء مبرم، أبرم الله عز وجل هذا القضاء في أن هذا يموت في هذه اللحظة، ليس فيه كلام ولا بدعاء ولا غيره، انتهى قضي الأمر. فهذه مسألة المرض نأتي إليه لنقول مرض الموت أو المرض عامة بما يشعر الإنسان بذلته إلى الله. نعم. والذليل، ولكن معذرة، هل لنا أن نعلم أن هذا هو مرض الموت أو مرض عابر أم مرض كبقية الأمراض ونشفى منه ونقوم ونعافى بإذن هو الله؟ هو المرض، المرض أم ليس هذا هو حال المسلم؟ لا 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 لا، المرض، المرض يأتي لينبه الغافل، لأن في ناس في العمل أراها كالترس في الآلة، صحيح، كالثورة في الساقية، يعني الأيام تأخذه، شغلتنا أموالنا وأهلنا بالضبط كده، يطلع من الصباح سبحان. ولذلك قال علي لا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل، قطرب اللي هو ذكر يعسوب النحل، النحل ذكر النحل ليطير يلقح الملكة، فده نشيط سبحان الله، فلا يكن أحدكم قطرب نهار جيفة ليل، ينام بالليل طول الليل، لكن بالنهار لا قوة إلا بالله، حركة دؤوب سبحان الله. فالمرض يجي يقول لك لا أنا ما عندي مواعيد لك، أنا مجهول، أنا عندي اجتماع جمعية يومية الساعة الرابعة والربع، وعندي اجتماع مش عارف الساعة السادسة، يا عم يمرض يترك كل هذا العمل، هنالك بدلات وأموال تصرف عظيم، لكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يحب هذا العبد، يقولون العمل عبادة خير وبركة، العمل عبادة إذا كان في مرضات الله ماشي ما فيش مشكلة، لكن لما يهدأ بالمرض يكتشف أنه إيه يستطيع أن إيه أن يترك العمل، خلاص مرض نقلوا على المستشفى، صحيح يقول الله والجمعية العمومية لا 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 المهم أشفى، يقولوا طيب والمناقصة، يقولوا ما في دعم مناقصة حتى وبدل الأموال لا يحتاج، طب ده البورصة، البورصة إيه ما تجيب لي سيرة البورصة، سبحان الله صحيح، فسبحان الله العظيم يبدأ المرض إيه في إيقاظ الغافل، يقول ده أنا كان تيجي الاجتماع وصلاة المغرب يؤذن وأنا لا أقوم، أستغفر الله، يبتدي يذل إلى الله، يبتدي أمله أن يشفى، لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، هكذا دعاء الإنسان الإيه العابد بالقطعة الذي يعبد الله على حرف، نعم يعبد بالتقسيط، يعبد مرة كده. فهذا الإنسان لما يمرض ينقسم قسمين، قسم يرى أنه صنع ذنوبا كثيرة فرب العباد يريد أن يطهره منها، وهذا خير، هذا هو الدرس الأول المستفاد من المرض، تمام. التطهير، تطهير، نعم نعم، نعم. الأمر الثاني الله عز وجل يريدني أن أكون ذليلا لعزته سبحانه، لأن الإنسان لما يكون في صحة وفي عنده المال وعنده السطوة وعنده الجاه بالله عليك، يعني ماذا يريد من الآخرين؟ لا شيء، يشعر بقوة سبحانه، إنما أتيته على علم، إنما هم يحتاجون إليه، الله يرضى عليه. فلما يمرض يجد نفسه، تجد هذا الجبار الذي صوته مرتفع وفي المؤسسة وفي الوزارة لا أحد بسيط، يقول سبحان الله، أول والموظف الذي ظلمه يذهب لزيارته، ادعو لي أنت رجل صالح سامحني، الله يريد من عبد هذا أن يذل، لابد أن يذل، وهذه محبة من الله للعبد وكرم من الله، وكرم من الله سبحان الله. الله. وبعدين في أمر ثالث بالنسبة لنا، شوف المرض نعمة له ولنا، لماذا؟ لأن أول ما أشوفه هو مبتلى أقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من قرض، هذا أمر صحيح. الأمر الثاني جعل الله له حقا عندي أن أعوده لرؤية الله، يعني لأن حق المسلم على المسلم ست، نعم إذا لقيت فسلم عليه، إن رأيته في خير إن أصابه خير هنئ، إن أصابته مصيبة فعزه، إن عطس فحمد الله فشمت، إن مرض فعد، إن مات فشيع جنازته، أن يتعلق في رقبتك يوم القيامة ما شيعت جنازته لو علم يعلم ما سوف نأتي سبحان الله، يعلم أنت تريد أن تستبق الأحداث، نعم. المريض عبدي جوعت فلم تطعمني، عطشت فلم تسقني، عريت فلم تكسني، هو
أو لو أطعمته أو لو سقيته أو لو كسوته وجدت ذلك عندي. سبحان الله، عبدي مرضت فلم تعودني، يا رب كيف تمرض وأنت رب العالمين؟ أو لم تعلم أن عبدي فلانا قد مرض؟ أو لو عدته وجدتني أنا عنده؟ فمن زار المريض فاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70 ملكا إلى أن يعود. كلها خير. إحنا للأسف، تريد أن تقول شيئا؟ لا لا، معك يا مولانا، تفضل. يعني ال- 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 عندنا شيء، أنت رايح فين يا فلان؟ قل أنا والله رايح أعود فلان المريض. قل له ليه؟ ليه المسلم يقول إيه؟ هذا حقه يا أخي علي. ده المسلم المتمسلم ماذا يقول؟ والله ما يترك لنا مريض الا ويجزرونا. صحيح، اذا مش توجه الله يبقى لن يجد الله عنده ولن تفيض الرحمه. سبحان الله، رايح بشيء دنيوي بنيه اخرى، لان هو لو لم ياتني في مرضي لن اذهب اليه في مرضه. والله لا يقبل هذا العمل. لا لا، ان الله لا يقبل من العمل الا اخلصه واصوبه. واصوبه، يعني العمل لله قلنا من قبل، يعني أنا أغنى الأغنياء عن يعني الشرك، من أشرك في عمل معي غيري وضعت نصيبي لشريك. الله لا يريد من العمل له إلا 100%. طيب، يعني بعد إذن فضلاتكم ننظر إلى الصورة المقابلة. نعم، يمرض العبد يقول لماذا أنا تحديدا الذي أمرض؟ هنالك فلان وفلان وفلان أصحاء. عظيم عظيم، هذا لا يرى بعين المسلم المؤمن، هذا يرى بعين عبد الدنيا. تعس عبد الدنيا، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، في رواية. يعني ما معنى عبد الخميصة؟ يعني تعس العبد اللي هو كل همه الرداء، الثوب، يلبس، يشتري، هذا أمله في الحياة هكذا. سبحان الله، هذا أمله في الحياة. يعني أمله في الحياة يقول لك عرض أزياء الرجال، عرض أزياء. يا أخي البس، هذا خطأ. يعني يكون هذا أملك، خليها وسيلة، كل هذه وسائل. بالمناسبة، من يعمل في هذا المجال استترجاني بمن من يقوم بعرض الازياء للرجال والنساء؟ للرجال يمكن تمشي شوي، يمكن يعني نتغاضى عن للنساء. المصيبه يعني يحب ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. الله، هو مش من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اوزار شيئا، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ويزر مع. يعني هو يعرض البنت عشان يلبسها لباس تخرج به على البتاع الحضور، الحضور امام الحضور. كل ناظر ياخذ الذنب ويجمع هذا كله في ميزان سيئات المصمم. طب والمنفق والمعلن ونحن لماذا ننظر بالاعلام؟ ولماذا ننظر نعملنا بالاعلام؟ لا لا، نغض بصرنا. يجب ان يكون الاعلام وفق مرضات الله. ماذا اقول لله يوم القيامه؟ اقول انا يعني بوأتك مكانه اعلاميه، ماذا صنعت؟ هل عريت النساء أم غطيتهم؟ هل قدمت خيرا أم قدمت؟ صاحب العمل هذا مسؤول؟ لا إله إلا الله، هو المسؤول رقم واحد. معه بالريموت كنترول ليقلب القنوات كيف ما شاء. كيف يقلبها يعني؟ المشاهد. المشاهد المشاهد عندما يرى ما لا يرضاه الرسول يغض بصره. هذا دوره. يتقي الله ولا يلقي لهذا بالا. يعني أريد أن أطمئن، نحن لا نأثم بهذا العمل. إذا أنكرنا. أيوة. إذا أنكرنا ولم نشاهد ولم نبحث. تمام. طيب، الصورة المقابلة في من يذهب لعيادة المريض. جميل. يقول هذا من أعماله سلط عليه، هذا صنع من الذنوب والآثام، هذا أمرضه الله. هذا من سوء أدب العبد. حقا طبعا، لأن الكل يفرح في المريض يقول اللهم لا شماتة، ربنا يديه عمله. لا لا لا، هذا ظلم من المسلم لأخيه المسلم. يعني أخوه المسلم مهما كان فهو مريض، أدعو الله له بالشفاء. برغم ما كان بينهم مثلا لا حول ولا قوه الا بالله. اين الذين يعني سبحان الله العظيم، يعني قال وسارعوا الى مغفره العمران، وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اليس هذا كلام ربنا؟ يعني العبد، شوف انا ارى ان كل انسان مبتلى ان مبتلى البدن هذا، انا في وجهه نظري هذا ابتلاء بسيط صغير مهما كان الابتلاء، حتى يكون فشل كلوي ربنا يشفي كل مرضى مزمن، يكون من الامراض المزمنه، هذا ابتلاء بسيط. الابتلاء الكبير أن يبتلى في دينه.
هذه المصيبة، هذه المصيبة الحقيقية. يعني الابتلاء في الدين لا يتحدث عنها أحد موجود بين ظهرنا الآن، نتحدث في المرض الجسدي. حتى يا شيخ، يا شيخ ادعي لنا بالشفاء يشفي فلان. لا قبل، ما عندنا صبر على المرض، يعني على تحمل. أنا إذا كان المسلم من حقه علي أن أعوده إذا مرض. طب إذا مرض مرضا شرعيا، مرض ديني، من الواجب إيه؟ أدعو له بالليل في قيام الليل، صحيح. أدعو له وأنا صائم، أدعو له وأنا مسافر، أجعل أولادي يدعو له، يا رب اهديهم يا رب. ما أمارات الابتلاء في الدين شيخ عمر؟ ابتلاء الأمارات في الدين أن تغلق في وجهه أبواب الطاعات، أعوذ بالله، هو سائر نحوها، أعوذ بالله، يقول أروح أحضر درس علم، يروح يلاقي الشيخ ما يجي النهاردة، لأن الله لا يريده. المفروض أن يقف مع نفسه ويقول لا، الله يرضى عنك، الله يرضى عنك، وتفتح له أبواب المعاصي حتى وإن لم يذهب إليها. يعني هو قاعد في بيته ساكن آمن، يمكن ماسك المصحف، واحد يتصل افتح القناة رقم 7، يفتح القناة رقم 7، هو يعني الذين يبخلون بالعبادة ويأمرون الناس بالبخل، سبحان الله. هو يريد أن يفسق غيره، هو فاسق ويريد أن يشجع الوعد. هذا هو المرض الحقيقي في نظر فضلاتكم؟ طبعا هذا المرض الحقيقي، هذا هو المرض الحقيقي، ليس مرض الجسد والأعضاء. مرض الجسد عارية مسترجعة سوف يصحى، ده ربنا سبحانه أحد أمرين، إن مات خرج من ذنوبك يوم ولدته أمه، وإن عاش أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، ومشى على الأرض طاهرا تشير الملائكة إليه، هذا هو الطاهر الشريف. طب كيف يستثمر العبد مرضه في التقرب إلى الله عز وجل؟ يستعيد الأول حساباته. بمعنى يعني يقول أنا العمر اللي فات ده، 20 أو 50 أو 70 عام التي مضت، ماذا صنعت فيها؟ أنا لو ألقى الله بأي وجه ألقى الله؟ بهكذا مراجعة. لو جاءني ملك الموت الآن، هل عندي وجه أقول أنا رجل مؤمن، أنا مسلم؟ دعك من الادعاءات، ودعك من ضحك الإنسان على نفسه. والذي يشجعه أكثر من يذهب لعيادته، من يذهب لعيادته. الصحيح يزار والمريض يعاد. صحيح، زيارة الصحيح وعيادة المريض. يعني أنا أزورك وأنت صحيح، نقعد مع بعض ندردش ونقول، لكن واحد مريض أروح أزوره وأحكي له والله عمله في المصلحة كذا، وبقى يا عمي هو ليس في هذا أمر، إن ربما المريض يريد أن يطبب، لا يريد يا أخي أن ترى شيء من من من, من جزء منه، يريد أن يأخذ إبرة معينة، يريد أن يجلس مع إحنا. يعني هنالك آداب عامة لعيادة المريض. لابد. ما هي؟ أولا إذا زرتم المريض هكذا قال صلى الله عليه وسلم، فنفسوا له في أجله، فإن هذا لا يرد من قضاء الله شيئا، ولكنه يطيب نفس المريض. نشرح. أنا رحت المريض، كيف الحال؟ لا الحال إيه؟ لا الأطباء، تعرف عندنا في الأطباء المسلمين ما شاء الله عندهم رحمة، يغطي شوية يقول له ما شاء الله عليك وكذا. الطبيب الغربي أول ما تروح له يقول لك أنت لك يا 3 شهور ونصف يا 4 شهور وتموت. الكتاب يقول هذا، ويقول أنا أعمل لك عملية الآن، أنت هتعمل إيه؟ ويروح يجيب لك، لا يروح يجيب لك الأطباء، ده طبيب البنت المخدر التخدير، ده هيعمل لك كذا، وده الطبيب اللي هيقص، وده الطبيب اللي هيقص القفص الصدري بتاعك كده. تحب تشوف شريط فيديو؟ يقول له لا مش عايز أشوف. يقول له ده اللي هيخرج القلب بتاعك. يا اخي مش كده، قصوى عجيبه. هدف الدين منهي عنه، مش بهذا الكلام. يعني انت تميت ميتتين، صحيح. يعني هو اصلا مرعوب، هو جاي لك مرعوب. ننفس له في اجله، ننفس له في اجله. يعني يقول له ايه، كيف حالك؟ لو اسكت ده المرء، يا شيخ ده انا كان واحد اعرفهم حتى وهذا كذب مباح بهذا المرض وشفاهم الله رب العالمين. هو ده واحد قريب لا قوه الا، كان أسوأ من حالتك هذه، مش زي الرجل اللي قال له ايه، قال له كيف حالك؟ قال له الحمد لله في ألم شديد هنا. قال له يجي لك بالليل والنهار؟ قال له نفس المرض اللي مات به أبويا السنة اللي فاتت. فده لم ينفس له تموت، بس ده موته قبل أن يموت. هذا منهي عنه، هذا منهي عنه، نفسه له في أجل، يدي له إيه. وكان في العجيب أستاذ محمد، كان من وأنا أقرأ في تاريخ الوقف الإسلامي، كان فيه وقف اسمه وقف إيناس المرضى. وقف إيناس المرضى، جماعة أغنياء يجيبوا ناس من الناس المبشرين، والناس اللي يقولوا شعر جميل زي كده وكلام طيب وكلام في المبشرات، ويقفوا بعيدا عن المريض في المشفى في المستشفى، ويقعد يحكي حكايات عن الامل، لان لا في لا كان اذاعه ولا تلفاز ولا حكايات عن الامل. فالمريض يشعر هذا ينفق عليه من الوقف. انظر الى رحمه الاسلام. يا سلام. اذا زرتم المريض، اذا عدتم المريض، فنفسوا له في اجله، فان ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا. ربما بعض لحظات، يعني اهل المريض دايما عينهم على من؟ على وجه الطبيب. صحيح. فالطبيب لو قا
قطب الجبين للحظة بس تجهم هناك شيء. فالإخوة الأطباء لحظة هذه يتبسم ما شاء الله يكون حنون لطيف كده مش قاسي. فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس الطبيب. بعد ما المريض بعد ما أقعد عند المريض أرقيه الرقية الشرعية. ما هي أول شيء؟ نعم. أضع يدي على الجزء المريض بس الرجل للرجل والمرأة للمرأة. لا يعني عشان نوضح المسألة رجل المرأة لا 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 إلا إذا كانت من محارم محرم طبعا مؤبد أو عن طريق زوجها أو مثلا أو وبعدين يقرأ فاتحة الكتاب لأنها الشافية يضع يمناه على مكان على مكان المريض ويقرأ الفاتحة. طيب إذا كانت هذه اليد طاهرة لم تأخذ حراما لم تلمس حرام لم ترتكب حرمات الفاتحة خارجة من قلب صادق مفعم بالإيمان بإذن الله يحدث الخير كله. دخل عمر مع الصحابة إلى مريض صحيح وبعدين إيه فقرأ الفاتحة فكأنما نشط الرجل من عقاب. ثم مات عمر استشهد وعاد عاود المرض الرجل فدخل أحدهم يرقيه فقرأ الفاتحة قال كيف الحال؟ قال والله أنا كما أنا. قال سبحان الله يعني الصحابي هذا عمر قال الفاتحة هي الفاتحة ولكن أين يد عمر؟ صح. إذن قضية مش كلام يرد حتى المرض حتى الدواء المادي أحيانا يصلح مع فلان ولا يصلح مع فلان. صح. لأن الله وضع السر بالشفاء في هذا وسلب السر بالشفاء من هذا هو الدواء واحد. سليم. نعم. ينفسه له في أجله فإن ذلك لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. ثم أرقي أيضا بالدعاء المحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحاح. قول مع وضع اليد أيضا أم لا مش شرط يعني ممكن تضع اليد وضع اليد مع الفاتحة أو ممكن أيضا ممكن تضعها على رأسه أو بجوار يعني جنب يعني التواصل الله يعني يستشعر يستشعر الحنان يستشعر أن أخوه المسلم جاي يرقي وكذا سبحان الله. وبعدين إيه اللهم أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم كما رحمتك في السماء أنزل رحمتك على الأرض أنزل على هذا المريض رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. بهذا التذلل نعم. بهذا الدعاء بهذا الإخلاص يحصل الخير كله سبحان الله والباقين يؤمنوا نعم. سبحان الله. وفي رواية أيضا يعني أن أضع سبابتي على فمي هكذا ثم على الأرض ثم أضعها على الأرض ثم أضعها على الجزء المريض عند الجزء المريض عند وأقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. مرة ثانية بسم الله تربة نريد الحركة بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يا سلام. أو سلام. أقول بسم الله بسم الله بسم الله ثلاث مرات أعوذ بعزة الله وقدرتك من شر ما تجد وتحاذر سبع مرات. مرة ثانية بسم الله ثلاث مرات بسم الله ثلاث مرات نعم بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. وإذا رقيت أنا نفسي ما ممكن أحد يرقي نفسه ما أحد لم يأتي أحد يزور اشتد المرض بالليل طبعا يرقي الإنسان نفسه يضع يدي كده أقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يعني لا نجد مريضا يقول هذا الكلام يقول متعب تعبان ايه طليب الطبيب انا كذا. قد يكون الالم مرحا ولكن المؤمن الصادق يعقوبي المذهب بمعنى انما اشكو بثي وحزني الى الله. الله يعني ياتي في هذه القضيه قال سيدنا يعقوب انما اشكو بثي وحزني الى الله انا يا رب سبحان الله يعني الشافعي في مرض يعني اقوله فضفض تكلم لا معلش يعني يشكو الى الله يقول انا بخير حال انا في نعمه وفضل سبحان الله يا سبحان وتجلدي للشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضع يا تخليها كده سبحان الله ابو كبير الهذلي نعم ومن عيون الشعر العربي نعم الامام الشافعي في مرض موته خافوا عليه عالم المسلمين الامام الشافعي تخيل لما يمرض جابوا له طبيب فنظر إليه وابتسم وقال طلبوا لي طبيب الورى
وطلبت أنا طبيب السماء طبيبان ذاك ليعطي الدواء وذاك ليجعل فيه الشفاء. يا سلام. شوف 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 سبحان الله. يعني لما مرض أحمد وخاف الشافعي أن يضيع ابن حنبل رضي الله عنه وهو تلميذ الشافعي، خاف الإمام الشافعي أن يذهب العلم بذهاب أحمد سبحان الله. سبحان الله. فعاد الشافعي من عيادة أحمد مريضا. يا الله أين هذه الروح الجميلة؟ تواصل يا أخي، تواصل محبة في الله، أرقى شيء الحب في الله سبحان الله. فبلغ الإمام أحمد أن الشافعي عاد إلى بيته من عيادتك مريضا، فتحامل أحمد وذهب إلى شيخه. الله أكبر. فترجم الإمام الشافعي وقال: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من خوفي عليه، فأتى الحبيب يزورني فبرئت من نظري إليه. يا سلام. شيخنا، ما فائدة ذكر الموت؟ أولا أول ما أذكر الموت أعجل التوبة، لأن الله عز وجل في المسارعة إليه تتحدث عن السرعة. نعم. وسارعوا وسابقوا. صحيح. فأنا لما أعلم أن 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 أننا لما أذكر الموت لا لابد أن أتوب. نعم. يعني زي بالضبط واحد رايح مسافر فيجهز سريعا حقيبته وأغراض سفره. أيضا لما أذكر الموت أرضى بالقليل وأحقق أحد محاور التقوى الأربعة. محاورها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليوم الرحيل. القليل هنا نختلف فيه، يعني القليل لك ليس قليلا بالنسبة. ما هو الرجل دخل على ابن عمر قال: سمعتك تقول ربما دخل الفقراء والجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، هل أدخل أنا وأنا رجل فقير الجنة قبل عبد الرحمن بن عوف هذا؟ الرجل هذا الأعرابي بهذا المنطق يعني. قال لك: ألك ثوب ستر غير هذا الثوب الذي تلبسه، ولك بيت تسكنه؟ قال: بلى. قال: أنت من الأغنياء. فالرجل سكت. قال: وإذا كان لي خادما؟ إذا كان لي خادم. قال: أنت من الملوك. يعني طالما شوف الله أكبر. يا مؤمن، من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. نعم. لا يعني يا محمد ابن هل في واحد هياكل في ثلاث في معين واحد ولا في سبعة أمعاء؟ في معين واحد. صحيح. ينام في عشرة أسرة ولا في سرير واحد؟ فراش واحد. صحيح. يلبس عشرة ثياب ولا ثياب واحد؟ فيرضى. نعم. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. بارك الله. ثم إن ذكر الموت، ودي نقطة أخيرة، إن ذكر الموت يخليني إيه؟ لا أحارب أهل الدنيا في دنياهم. نعم. يعني مع السلامة يا عم، عايز دنيا خدها، وأنا سوف يأتيني ما قدر لي من الدنيا. ولا يحمل هذا على ضعف الشخصية والذل والهوان. ضعف من؟ وأنا متوكل على الكريم سبحانه. ضعف التارك. لا، ضعف التارك أنا مع الخالق. ما من مات دون حقه فهو شهيد. لا، أنا لا أبحث عن حق، وإنما لا أتنافس الدنيا حتى يعني ينبت في قلب الغل والحقد نحو إخواني. أترفع. الله يرضى عنك. بارك الله فيك. كيف نجعل من رمضان فرصة للأمل بالنسبة للمريض حضرتك، وأن يتمسكون بكتاب الله عز وجل؟ أولا بارك الله في هذه الصورة التي نقلها لنا الأخ عبد الرحمن. يعني أولا الأخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا، المسلمين يجب يكون عنده يفعموا الأمل. يعني أمة بهذا المنطق، بهذه العبادة، في هذا الشهر الكريم، بهذا الكتاب العظيم، بهذا التواصل والأخوة والتحاب في الله التي افتقدها الغير في كل مناحي الإنسانية إلا بقيت عند المسلمين، فوجدنا أن تثمر هذه أملا كبيرا في مستقبل الأمة كلها وليس عند المريض فحسب. يا رب. الأخ عمر من دبي. أخي، أنا لم أسمع سؤالك الأول. عن ماذا تقول؟ نعم الحقيقة لم أسمع. في صدر. نعم. ولكن هو أفطر. السؤال الثاني: أفطر بسبب المرض ويحب أن الله تبارك وتعالى يتم شفائه بدون أدوية. لا، إن الله سبحانه وتعالى خلق أسبابا، ولا بد من أن يتطبب الإنسان. نحن تكلمنا عن الرقية الشرعية، هذه بجوارها أيضا العلاج بالأدوية، لأن هذا من ضمن طرق الأسباب عند الله سبحانه وتعالى. قال كريم الله موسى فيما روي في الأثر: يا رب، أليس الشفاء من عندك؟ قال: بلى يا كريم. قال: فماذا يصنع الأطباء؟ قال: يأكلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادي حتى يأتي شفائي أو قضائي. يا سلام. فانظر إلى هذه الحكمة الجديدة. صورة جميلة. نعم. الأخ جمال من أبو ظبي: من مات بمرض البطن فهو شهيد؟
يا المبطون شهيد إن شاء الله. المبطون نعم. شهيد نعم. وأي مرض في الجسم يخفف الذنوب؟ أي مرض بفضل الله سبحانه وتعالى يخفف إن شاء الله بإذن الله. أي مرض؟ أي مرض بفضل الله سبحانه، صغيرا كان أم كبيرا، من باب رحمة الله بالعبد. نعم. الله. لأن ربما مرض صغير عند فلان يتألم منه أكثر من واحد هناك صبور، ربما فيه أمراض كثيرة ولكن الصبر يعني هو منهجه في الحياة. صحيح. نعم. صحيح. نعم. شيخ عمر، لماذا نكره الموت؟ أولا نحن نكره الموت لأن يعني نفس السؤال سئل فيه أبو حازم رضي الله عنه أحد تابعي التابعين، دخل على أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين، قال يا أبا حازم لما نكره الموت؟ نفس التساؤل الذي سألته الآن، وسبحان الله وقفزت إلى ذهني الآن. سبحان الله. يقول أبو جعفر، يقول أبو حازم، يا أمير المؤمنين، تكرهون الموت لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، والمرء بطبيعته لا يحب أن ينتقل من العمران إلى الخراب، لكن الصحابة والصالحين عمروا الآخرة والدنيا أيضا كانت معمرة بهم، فهو لما ينتقل من دنيا إلى عمار فالقضية هكذا. وإبراهيم بن أتهم لما جاء رجل غريب عن الكوفة، وبعدين قال له أين العمران يا شيخ؟ قال له تعالوا خلفي، فمشي خلفه لغاية ما وصل المقابر. قال يا شيخ أقول لك العمران تأتي بي إلى هنا؟ قال كل الذين هناك يأتون إلى هنا ولا واحد من هنا يعود إلى هناك. هنا العمران الحقيقي، اللي يجي هنا ما يرجع تاني، لأن كله ما فيش رحلة عكسية. صحيح. فنكره الموت لهذا، لأننا نخاف من الغد، نخاف من الحساب، نخاف لأننا مقصرين، وفي نفس الوقت لم نعمر ولم نعمل. كما قال أحد الصالحين، القول قول خائف والفعل فعل آمن. صحيح. احنا كلنا والله خايفين والله مش عارف، ولكن الفعل فعل آمن. صح. هذا نرتع. إن قوما غرتهم الأمني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. والله لو أحسن الظن لأحسن العمل. أحسن العمل. إذن ما الأشياء التي يجب أن يخاف الإنسان منها، الأشياء الحقيقية في هذه الدنيا قبل أن يرحل عنها؟ أول شيء سوء الخاتمة، لأن لا حل لها. أنا مش أخاف على ابني أن يرسو في الامتحان. سوء الخاتمة ده أول مصيبة. أنت تسود الدنيا أمام لا لا لا، نحن نريد أن نبيضها إن شاء الله، يعني نحن ننبه الغافل. سوء الخاتمة طبعا لازم أخاف سوء الخاتمة. حسن الخاتمة يأتي مما من سابقة الأعمال. صحيح. في شركات الكبرى تقدم سابقة أعمالها. نعم. أين سابقة أعمالنا يا مؤمن؟ أخبرتك من قبل لو أن في مش في لكل واحد في دولتي صحيفة الحالة الجنائية. نعم. صحيح. سبحان الله، لو أن واحد له سابقة معينة في صحيفة أحوالي هذه، هل يعمل في مؤسسة؟ لا. طيب كم من السوابق مكتوبة عند صحيفة الحالة الجنائية عند ملك السيئات لكل واحد فينا؟ كثير. وما زلنا نعمل عبيدا عنده، أليس هو الرحمن الرحيم؟ نعم. إذن نخاف من سوء الخاتمة. سوء الخاتمة. ثم أخاف من أن يهجم الغرماء يوم القيامة على حسناتي فيأخذونها، ثم أخذ أنا سيئاتي. المفلس. نعم. هذه سبحان الله. نعم. لا حسابا. لا لابد. أخاف منها. أنس كان يبكي مرة يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم فسقطت عيناه، فما لك يا أنس؟ قال يا رسول الله توحشني من صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. يا سلام. فكيف إذا جاء الأجل وأنت في أعلى عليين، فأين أكون أنا؟ هو أنس نبيه عايز يطمئن شوية. سبحان الله. فقال فنزل قول الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. قال يا أنس تجدني يوم القيامة في مواطن ثلاثة، عند الميزان أو عند الحساب أو على جنبتي الصراط أدعو رب العباد يا رب أمتي يا رب أمتي. يا الله. دي ثلاث مواطن تجدني فيها أنا. سبحان الله. ويذهل الناس جميعا، سوف نأتي لهذه هذا الموقف الصعب، يذهل الناس عن كل مواقف بعد ذلك، فيخاف الإنسان مثل هذه الأمور. نعم. نعم. يعني لتكن نصب أعيننا حتى نعمل لها حسابا في الغد إن شاء الله رب العالمين. عسى أن يكون كذلك.
يا رب، وانسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وغدا نلتقي فضيلتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولكن في الساعة الرابعة والربع بتوقيت الإمارات وليس في الرابعة والنصف. يعني مبكرا عن هذا الموضوع بربع ساعة. طيب. وهذا نهب جميع السادة المشاهدين أن برنامجكم برنامج الوعد الحق سوف يأتيكم بمشيئة الله تبارك وتعالى عبر شاشة الشرق الفضائية كل يوم من الغد وحتى نهاية رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى في الساعة الرابعة والربع عصرا بتوقيت الإمارات، وتعاد إذاعته في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى نلقاكم في الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى، نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا